يمثل حزب جبهة التحرير أحسن تمثيل ونصحح الاختلالات التي كانت داخل حزب جبهة التحرير وداخل المجلس الشعبي الوطني اللي هو مؤسسة سياسية لحقت بها الكثير من الشوائب ومن التعليق ومن الإشاعات، والتي نتمنى أننا كل هذا النواب اللي دخلوا الآن أن نعمل على عادة هذه الصورة بالشكل الإيجابي لدى المواطن. سألتني على عودة حزب جبهة التحرير، خلينا نقول لك كإطار وكالآن نائب داخل المجلس الشعبي الوطني، أنا هذا الرقم نعم الآن نتصدر من الناحية العددية داخل البرلمان هذا البرلمان، ولكن ما هوش هذا هو حجمنا الحقيقي. حجمنا الحقيقي هو أكثر، كنا من رانا الآن في تراجع من 200 وأكثر إلى 170 تقريبا. ولماذا هذا التراجع؟ هذا التراجع لأنه كان فيه اختلالات داخل حزب جبهة التحرير، كان فيه انحرافات، ليس انحراف للبرنامج حزب جبهة التحرير أو إطاراته الكفأة، لكن كان انحراف لأشخاص بسبب هذه الانحرافات وممارسات سابقة دفعنا اليوم الثمن، ولكن ما فقدناش الأمل. لماذا؟ لأنه ثم الكلام تاع الأستاذ عامر الخيرة أنه حزب جبهة التحرير وحتى الأرندي وحماس وجبهة المستقبل هذه أحزاب مهيكلة ومنظمة وعندها القابلية للتجنيد والتعبئة في أوقات الانتخابات. نعم. لكن الأطراف الأخرى اللي كانت تقول باللي حزب جبهة التحرير أو تطلق الاتهامات وشفناها باللي مدت حتى مقعد، وهذه هذا أمر وشيء ملفت للنظر. نعم. شفنا ما لا حتى لا أذكر أسماء هذه الأحزاب اللي كانت تتصدر البلاطوهات والمجالس وندفع حزب جبهة التحرير إلى المتحف، في المهية اللي راحت المتحف ما هوش حزب جبهة التحرير. طيب.